إذن ما زلنا مستمرين معكم في العالم هذا الصباح وأعمال الخير والمساعدات الإنسانية، صفات تسهم فيها المجتمع الكويتي ولا تقتصر فقط هذه الأعمال على يعني نقول مساعدات غذائية وعينية والمحتاجين، بل تتطور. وفعلا هذا ما حصل في الآونة الأخيرة، وصلت إلى الانخراط في العمل التطوعي بشتى أنواعه. نعم، معنا في الاستوديو ضيفتنا الأستاذة العنود الصبيحي، مدير إدارة العمل التطوعي في وزارة الدولة لشؤون الشباب. فأهلا ومرحبا بك معنا. حدثينا أول شيء أستاذتي عن مدى إقبال الشباب الكويتي على العمل التطوعي. بداية صباح الخير، أشكركم على هذه الفرصة الجميلة. في العمل التطوعي بالنسبة حق الشباب ما أحتاج أتكلم عن الإقبال، لأن ما شاء الله الشباب يعني في كل مكان، في كل فرصة تنعرض، في أي مجال تلاقيهم موجودين. وإحنا لمسنا هذا الشيء في إدارة العمل التطوعي، من نحط إعلان سواء يخص أي فرصة تطوعية نشوف الإقبال موجود. وحاليا في بوابة العمل التطوعي وصل العدد المتطوعين إلى 930 تقريبا. تبارك الرحمن. طيب نتكلم عن يعني أنت ذكرتي عن الإقبال، ما شاء الله عندكم بازدياد تبارك الرحمن. نبي أنشطتكم التنوعية التطوعية خلال الفترة اللي طافت وخاصة في شهر رمضان، عسى الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله. آمين أجمعين. بالنسبة حق شهر رمضان كان عندنا تعاون مع إدارة المسجد الكبير لإشراك الشباب اللي حاب يتطوع في صلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان. طبعا استقبلنا شباب وبنات للتطوع، ساعدوا الإدارة في تنظيم المصلين، في استقبالهم خارج المسجد، داخل المسجد، رد على الاستفسارات، توجيههم، والحمد لله يعني كانت تجربة جدا جميلة جدا ممتازة، وإن شاء الله راح نكمل عليها إن شاء الله السنة. ما راح تصير على المسجد الكبير فقط، إن شاء الله راح تنتشر على المساجد على أكثر من المسجد الكبير إن شاء الله. إنزين، خليني أسأل السؤال، وزارة الدولة لشؤون الشباب ترعى مجموعة محددة من الأعمال التطوعية ولا تستقبل أفكار الشباب بشكل عام ورغبتهم في التطوع؟ طبعا وزارة الدولة لشؤون الشباب حق اللي يعني حاب يعرف أكثر، هي تستقبل المبادرات في إدارة كاملة تابعة لقطاع المشاريع اسمها إدارة المبادرات. أي شاب ما بين 14 إلى 34 عنده أي فكرة تطوعية، أي مشروع غير ربحي وحاب أنه هو يطبقه بس ما عنده يعني الإمكانية أو يعني أكيد يحتاج موارد كثيرة، يقدم على إدارة المبادرات ويستقبلون فكرته ويحصل الدعم الكامل، سواء دعم إعلامي، دعم مادي، الدعم اللي هو يختاره. جميل جميل. طيب قبل فترة يمكن انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة شباب متطوعين من وزارة الشباب إلى طبعا تطوعهم في الطيران المدني للمساعدة، خاصة في وقت نحن نقول عنها الذروة الصيف والكثير من الناس قاعد تسافر. نبي نعرف القصة هذه شلون صارت، منهم منكم شلون بدأت، منين جت الفكرة؟ طبعا هو تعاون مشترك مع إدارة الطيران المدني، بما أن فترة الصيف خصوصا من نهاية شهر رمضان المبارك يكون المطار جدا مزدحم مع فترة العطلات، فصار في خطاب مع الطيران المدني، إذا أنتم حابين أن احنا نشرك الشباب في المطار أساس يساعدونكم ويخففون من الزحمة ويكونون مثل فريق إسناد لإدارة الطيران المدني. وكان هذه الفكرة يعني لاقت القبول، ونسقنا معاهم في اجتماعات وقعدنا في محاضرة كبيرة المتطوعين حضروا فيها، وكان في نقاش عن شو ممكن نتطوع في المطار وشنو ممكن نسوي، وما شاء الله الإقبال يعني إحنا الحين كنا نبي عدد والحين فوق العدد، ففي ناس أصلاً مقدمين طلبات وينطرون لأن ما شاء الله الإقبال جداً كبير. ولو الحين أي أحد يروح المطار راح يشوفهم مقسمين على أكثر من منطقة في المطار، عند الكاونترات وعند المدخل وعند، فراح يشوفونهم المسافرين أكيد. تقريباً يعني عدد إيش كثر؟ حاليا يعني 90 تقريبا ما شاء الله، وحابين بعد زياده الشباب، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني راح نحاول ندخل الكل كثر ما نقدر على كل الفترات يعني على كل الشفتات اساس نكون اوضح. والله هو الشفتات اللي بتبدي من العصر من الساعه 4 لمن الساعه 1 بالليل يتقسمون شفتات. جميل. زين، بس اللي لاحظت يعني لمستي او لاحظتي على هالنشء وعلى هالشباب في اثار للعمل التطوعي، لمستي هذا الشيء؟
طبعا يعني احنا في استفسارنا على المتطوعين لما مرينا عليهم خصوصا في المطار وسالناهم ليش شنو كان سبب تطوعكم، ليش تتطوعون سواء في المطار او في الفرص الثانيه. ما يقدرون يسافرون فقالوا انكحل عيوننا. والله الصراحه اللي ما يقدر اللي ما يقدر يسافر ويعني ضحى في عطلته عشان يتطوع يعني هذا شيء جدا كبير. صحيح. زياده على الخبرات اللي ياخذها سواء اي فرصة تطوعية في المطار في المسجد الكبير، التعامل مع الناس، الثقة بالنفس، هذا يفيد حتى في السي في اللي بغى يعني يشتغل، يحط والله أنا تطوعت في المكان الفلاني مع الجهة الفلانية يعني، وما شاء الله يعني هم لاقين الفائدة على نفسهم فبالتالي تشوفين الإقبال على التطوع. طبعا. العنود الصويحي مدير إدارة العمل التطوعي في وزارة الدولة لشؤون الشباب، كونك قريبة من المتطوعين، كونك ايضا يمكن قاعد تحتكين فيهم اكثر منا، احنا مجرد قاعد نتابع وقاعد ندعي لهم بالخير وجزاهم الله الف خير ان شاء الله. ابي اتكلم عن الجيل الجاي، الانطباع اللي قاعد ياخذونه، شنو الاثر من المتطوعين الموجودين حاليا على الجيل القادم ان شاء الله؟ والله سؤال يعني جدا عميق. بالنسبة حق الجيل القادم، أولا إحنا الحمد لله يعني من أجدادنا التطوع موجود ويستمر مع الأجيال وإن شاء الله ينتقل حق الأجيال القادمة، لكن إحنا في الفرص التطوعية اللي قاعد نقدمها قاعدين نشوف إن حتى المتطوعين قاعد يبون إخوانهم، يعني مثلا هو جاي يتطوع يقول يصير والله أخوي معاي، مع إن أخو ممكن تلاقيه صغير أو وما شاء الله يعني يدخلون في الفرص التطوعية. وكان عندنا برنامج في السابق اسمه برنامج إدارة الأزمات، يتعلمون في المتطوعين إدارة الأزمة من ناحية إطفاء الحرائق وإسعافات الأولية والإخلاء والإيواء. كنا نبي عمر معين بس ما شاء الله يو ناس أصغر من ما توقعنا يعني، ويايبين إخوانهم ودهم إنه يعني يتعلمون، فهذا الفكر قاعد ينتشر، وهذا أهم هدف عندنا في إدارة العمل التطوعي إن إحنا ننشر ثقافة العمل التطوعي، ما ننشرها بمعنى أنها ما هي موجودة، ولكن ننشرها بمعنى أن شنو العمل التطوعي الاحترافي، أنه يكون على أسس معينة، ما يكون عشوائي، يكون منظم أكثر. فإحنا هذا هدفنا يعني في الإدارة، والحمد لله قاعد نشوفها حتى في الأجيال القادمة. يعني إحنا حتى نستقبل اللي حاب يقدم يعني فكرة لو عمره 14 مبادرته ممكن. خلينا نرجع نذكر في نقطة الفئة العمرية، وارجع اسال سؤال ثاني، انه هل هو مقتصر فقط على الكويتيين ولا ممكن يتطوعون جنسيات مختلفه؟ طبعا حاليا في فرص على حسب الفرصه التطوعيه، يعني مثلا مطار الكويت بس مقتصر على الكويتيين، في اجراءات معينه عند الطيران المدني، وما شاء الله يعني الطيران المدني متعاونين لاكبر مدى وودهم انه يدخلون باقي الجنسيات، ولكن ممكن في المستقبل. حاليا وزاره الشباب فقط مخصصة للكويتين، ولكن احنا كعمل تطوعي قاعد نسعى ان احنا نعممه، لان العمل التطوعي ما يقتصر على جنسية. صح. فان شاء الله يعني في يعني قادمين في هذا الموضوع. بالنسبة حق العمر، العمر وزارة الشباب من 14 الى 34، ولكن احنا 34 شياب والله فوق ال 34 شباب، بس احنا هذا الامم المتحده يعني محدده فتره الشباب من ال 14 الى 34. بالنسبه حق العمر الاصغر، احنا يعني حتى المشروع القادم راح يكون الدخول على المدارس، فعندنا تعاون ان شاء الله مع وزاره التربيه، بلشنا فيه مثل بايلوت الكورس اللي فات، وان شاء الله راح يكمل في خلال هالسنه، راح يكون مثل فريق تطوعي في المدارس اللي حابه تشارك في كل مدرسة. نعم. ويكون لهم أنشطة تطوعية، فهذا هم يخص العمر الصغير. قبل لا نختم وياك، شنو جديدكم إن شاء الله، وشلون يقدرون الناس اللي يبون يتطوعون يتواصلون وياكم؟ طبعا في البداية احنا عندنا موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب الإلكتروني اللي هو www.youth.gov.kw. هذا ممكن يشوفون في كل ما يخص وزارة الشباب. بالنسبة حق إدارة العمل التطوعي، في أيقونة اسمها أيادينا، يدخل على أيادينا يسجل فيها كفرد، يسجل كفريق، وممكن يسجل كجمعية نفع عام، ويطلع على كل الفرص التطوعية، واللي حاب أنه يسجل فيها يسجل فيها. التواصل ممكن يكون غير البوابة على رقم 134 اللي هو رقم وزارة الدولة لشؤون الشباب، أي وقت ممكن يتصل فيه خلال الدوام الرسمي. طبعا مشاريعنا القادمه ان شاء الله مثل ما ذكرنا مشروع المدارس، ان شاء الله يعني تابعونا فيه. عندنا ايضا مشروع المحافظات، في حاليا في طور ان احنا يكون عندنا فريق في كل محافظه،
وبما أنتوا عارفين الحين عاصمة الشباب العربي، الكويت عاصمة الشباب العربي من شهر 4 إلى السنة القادمة بإذن الله. فعندنا فعاليات وايد يعني مقبلة تخص عاصمة الشباب العربي، وراح يكون في مجال التطوع فيها للي حب. أنا أفتخر فيكم كلكم أستاذ العنود الصبيحي مدير إدارة العمل التطوعي في وزارة الدولة شؤون الشباب، ونفتخر بالمتطوعين، وقواكم الله وعساكم زخر إن شاء الله. الله يقويك، ما تقصر. ما قصرتي. إذا